رأى سوريون مغتربون في فرنسا أن التنظيمات الإرهابية في بلادهم تعيش على المشاكل والفوضى وتفريق المجتمع الواحد، وأنها ليست إلا وليدة تشابكات ومصالح دولية، وتحمل أجندات بعيدة عن تطلعات وطموحات الشعب السوري، مؤكدين لأخبار الآن أنها ستزول تلقائيا بمجرد إيجاد حل سياسي في المنطقة، حيث ستتعافى سوريا وتخرجهم لتعود وتعيش بحال أفضل. أنا بعتقد أنه لا مستقبل لهالتنظيمات هي الإرهابية بسوريا، لأنها عبارة عن وليدة لتشابكات مصالح المجتمع الدولي بسوريا اللي المجتمع السوري بيرفضها، واللي بيرفضها بمستقبل سوريا لأنها اجت تحمل أجندات خاصة فيها أو خاصة بالدول اللي بتدعمها، البعيدة تماما عن طموحات وتطلعات الشعب السوري، واللي ما بتمثل أبدا اللي بيربو له المجتمع السوري واللي بيبرأ منها. وستزول بمجرد إيجاد حل سياسي في المنطقة، ستزول تلقائيا من مستقبل سوريا. إن أنا أعتقد لا مستقبل لكل التيارات سواء كانت الجهادية في صف النظام أو صف المعارضة في سوريا القادمة. هدول أبدا ما لهم دور، هدول يعتمدون على جسد مريض اليوم وغير معافى. اليوم اللي سوريا بتتعافى سيلفظ السوريون وستلفظ سوريا، الأم الكبرى سوريا ستلفظ هذه الجراثيم خارج الجسد لحتى ترجع توقف وتعيش بصحة أكبر. هدول يعتمدون دائما على الظلام، يعتمدون دائما على التعب، يعتمدون دائما على انه يكون في مشاكل ضمن المجتمع وفي في 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 فوضى بالمجتمع.